ذكي. هو فعلا الواحد ممكن يتنبأ باللي هيحصل بكرة أو الأسبوع الجاي أو السنة الجاية؟ الغيب معرفوش غير ربنا. أصل سمعت واحد صاحبي بيقول إن أخوه كان هيكسب في مسابقة وفعلا كسب، وبيقول إن الحاسة السادسة عنده جبارة بقى. فإيه الحاسة السادسة دي؟ فتحت الباب لكلام كتير قوي. مستعد تسمعه؟ مستعد أكيد. بص، هو على حسب معلوماتي فأول واحد يتكلم عن الحواس هو أرسطو، تعرفه؟ أرسطو؟ أرسطو فيلسوف يوناني عاش من حوالي 2300 سنة، وكانت له آراء وأفكار كتير. كان بيحاضر تلامذته وهو ماشي على رجليه وحافي، ومن أشهر الناس اللي ربها وعلمها هو الإسكندر الأكبر. أرسطو ده اتكلم عن الحواس وقال إنهم 5 حواس: حاسة الشم، وحاسة التذوق، وحاسة البصر، وحاسة السمع، وحاسة اللمس. الخمسة بس؟ طب فين السادسة؟ في كلام مش علمي ومش أكيد عن الحاسة السادسة، بس ممكن ألخصها لك بإنها إحساس أو شعور من شخص وتوقعه لحاجة معينة. وبتحصل الحاجة دي فعلا؟ يعني بتتحقق؟ ممكن نحسبها ممكن لأ، مفيش حاجة علمية اسمها الحاسة السادسة ممكن نحسبها بدقة. ولو كان أرسطو قال من 2300 سنة إن في 5 حواس، فالعلماء دلوقتي بيقولوا إن في حواس تانية أكيدة، منها حاسة الإحساس بالجوع أو العطش، ومنها حاسة الألم. فهمت فهمت. بس نرجع لسؤالي الأولاني، الحاسة السادسة حقيقة؟ العلم عند الله، بس لو كان معنى الحاسة ديت هو معرفة الغيب، فالرد هو لا يعلم الغيب إلا الله.